أوتوماتيك دراجز، سمبلات أوتوماتيك دراجز، يعني بمعنى آخر شو التعديلات اللي بدي أسويها على الستركتشر مشان يكون ذا واي أجونست آت ذا ريسبتور. بس بهمني كمان I have to differentiate is it alpha or beta. Okay, but based on this talk I will discuss the agonist drug in general. بعدين نحكيهم group drug by drug. بشكل عام مشان دواء يشتغل as agonist أو sympathomimetic at the receptor بدي يكون في عندي الفينيل رينج موجودة، الإثل يكون موجود والأمين. فالبيتا فينيل إثل أمين this is a must. Okay, فينيل إثل أمين it's a must to be found in my structure. كمان عم بيحكوا لنا بيتا فينايل لانه الهيدروكسي على الاثل لازم تكون in beta orientation. It has to be found in beta orientation. بعدين another كمان شرط من شروطنا I have to have a catechol ring. شو يعني catechol ring؟ انه تكون substitution of hydroxy at position number or meta and or para يعني at position number 3 and 4. Okay, and ذكرنا حكينا الهيدروكسي على سايتشن has to be and in beta orientation. Okay, هاي الأشياء الأساسية that have to be found in my structure. حنبلش part of, by part of the structure. They are telling us, حبلش بالأمينو سايت عند R1, عند الأمينو at R1. They are telling us that this amino group, okay, كل ما كان substitution أكبر, كل ما كان substitution أكبر, كل ما أنا كنت more beta activity, less alpha activity. كل ما كان substitution أكبر كل ما كنت أنا بيتا لس ألفا. إذا فاكرين المرة اللي فاتت حكينا حجم البايندينج سايت تبعت الألفا is smaller than the beta. يعني البيتا it can accommodate bigger size of substitution more than the alpha. فكل ما كان الR group حجمها أكبر كل ما كنت أنا more beta less than alpha. فمجرد ما أنا صار حجم substitution لا isopropyl بصير أنا بيتا not ألفا. صرنا tertiary butyl بصير بيتا 2 not بيتا 1 كمان. أوكي كمان شو فايدة substitution؟ رح يمنع الميتابوليزم باي الماو إنزيم، رح يمنع الميتابوليزم باي مونو أمين أوكسيداز إنزيم اللي حتسوي لي deamination of my structure، فبالتالي شوي الهاف لايف will be increased. أوكي هاي إحنا بنكون خلصنا this site. باجي للبريدج اللي هو الإثل بريدج اللي عندي R2 substitution. They are telling us إنه الR2 substitution لازم يكون substitution حجمه صغير. يعني حنشوف maximum methyl أو إثل. فايدته كمان مرة حيقلل الميتابوليزم باي ماو إنزيم. لكن ذلك لا يعني إنه دوائر ما رح يكون metabolized باي الكومت إنزيم. أوكي؟ فايدة إني أحط إثل. أوكي؟ الإثل حيخليني أقل ألفا لكن مور بيتا. أوكي؟ حيخليني مور lipophilic بالتالي CNS activity تتزداد. والduration of activity تزداد وكمان oily حيزداد. لكن at alpha position if I put a methyl I will become an alpha drug. Okay, I will become an alpha drug. Okay, this is my bridge. طبعا حكينا at beta carbon على الإثل bridge it is hydroxy diamond ثابت هاي في الأدرينالين نور أدرينالين. صفى عندي الأروماتيك رينج اللي عليها الكاتيكول مويتي. الكاتيكول مويتي اللي هي 3 and 4 dihydroxy. 3 4 dihydroxy هاي مهمة لي سواء أنا كنت ألفا أو بيتا. سواء كنت ألفا أو بيتا I need this substitution to get agonist activity. لكن I have a problem بوجود ال 3 and 4 dihydroxy. أول شيء مركبي حيكون عرضة للميتابوليزم باي كوميثال ترانسفيريز إنزيم اللي هي هتركب لي مثل جروب على الهيدروكسي ات بوزيشن سوري نمبر 3. كمان وجود التو داي هيدروكسي حتخلي لي ماي دراج اوكي بور اورال اكتيفيتي اند شورت دوريشن اوف اكشن ريجاردينج 3 4 داي هيدروكسي. حكينا مهمين فور اجونست اكتيفيتي على الفا وبيتا كاربون لكن ات ويل بي ميتابولايزد باي كومت فبالتالي الهاف لايف ويل بي شورت. كمان لما يكون في عندي داي هيدروكسي بالتالي الاورال ابزوربشن حيكون فور واذا صار في عندي اورال ابزوربشن ماي دراج ويل نوت ريتش ذا سايت اوف اكشن. غير هيك حتى لو صار في عندي اورال ابزوربشن ماي دراج ويل نوت انتر تو ذا برين ويل نوت كروس ذا برين بارير لانه كمان مره ماي دراج از هيدروفيليك دراج. ف
طيب مشان sometimes to get more selectivity شو بنحاول نساوي؟ أحاول أساوي بدل ما يكون substitution 3-4 أحاول أسوي 3-5 dihydroxy 3-5 dihydroxy. إذا عملنا 3-5 dihydroxy أو عملناها 3' methyl hydroxy أوكي حزيد السلكتيفيتي للبيتا 2 ريسبتور، حمنع الديجريديشن باي كومت انزيم، ححسن الاورال ابسوربشن، والديوريشن اوف اكشن اوف كورس ويل بي انكريست، الديوريشن اوف اكشن ويل بي انكريست. اوكي؟ This is regarding اذا غيرنا substitution. And they are telling us that 4 hydroxy مهمه للبيتا، ما بين 3 hydroxy مهمه for alpha activity. اذا الاروماتيك رينج او الفينال سيستم ما فيش عندي اي نوع من انواع substitution لا ألفا ولا بيتا، أوكي، هيكونوا أكتف. إذا ما في عندي 3 هيدروكسي وما عندي 4 هيدروكسي، أوكي، أنا حخسر هيدروجين بوندينج وذا ريسبتور، بالتالي حتكون البايندينج للألفا عند بيتا ريسبتور is very poor، or we call it الـ effect it could be direct or indirect. Direct or indirect activity. Here are in slide 26, we have some examples. فبحكون النورابينفرين it will prefer alpha over beta as an alpha agonist. الإبينفرين اللي فيه مثل it is alpha beta agonist. Okay. ما رح يميز between alpha and beta selectivity. مجرد ما شلت المثل حطيت isopropyl okay, isopropyl نهائيا بطل دواء شغال على الفا ريسبتر تخلصت منه وصرت انا specific at البيتا ريسبتر. كمان my drug will not differentiate between beta 1 and beta 2. And احنا طبعا بالنسبة انه يكون يهمني ان الدواء يكون بيتا 2 not بيتا 1 agonist لانه حيسبب لي hypertension ساعتها. Okay? If we increase the substitution with a tertiary butyl حجمه كبير في tertiary butyl انا هيك بكون تخلصت نهائيا من الالفا تخلصت من البيتا 1 انا دوائي صار selective للبيتا 2. Okay? We have some examples كمان of the drugs. We have الإفيدرين. فاكرين الإفيدرين هو CNS stimulant. Okay, it is a CNS stimulant. لكن ما في عنده 3 and 4 dihydroxy. 3 4 dihydroxy. بالتالي أنا ما في عندي direct action. It is indirect action for this drug. I have الميثامفيتامين. إذا فاكرين الميثامفيتامين. This drug ولا هيدروكسي عنده نهائيا. Okay. صحيح هو بدخل CNS لكن البايننج للألفا عند بيتا ريسبتر أقل. تأثيره على الأدرينرجيك سيستم حيكون أقل، لا هو حيأثر ميرلي على الدوبامين ريسبتورز. We have الألفا ميثايل نورابينفرين and this one لأنه substitution at the alpha carbon is methyl فبالتالي it is alpha 2 agonist. اوكي فإحنا نرد نلخص كمان مرة once again regarding the SAR. إذا بدنا نحكي على الألكوهول جروب الار انانشيومر اوف ذا نور ادرينالين لونه احمر اوكي ات از مور اكتيف ذان اس انانشيومر يعني انا في عندي البيتا اورينتيشن رادر ذان ذا الفا اورينتيشن المركبات اللي ما فيها هيدروكسي زي الدوبامين حيكون البايندينج اقل لان انا اخترت هيدروجين بوندينج الامين اتفقنا سبستيتيوشن على الامين اوكي حكينا الامين اجمالا it will be بروتونيتد يعني انا صحيح عم بشوف المركبات مش بروتونيتد لكن وانس اي ريتش ذا تو ذا ريسبتور ات هاز تو بي ionizable. Okay. لو فكرنا نشيل الأمين نحط كاربون الأكتيفيتي حخسرها نهائيا. Okay. Primary secondary أمين هم أحسن إشي for adrenergic activity. أما tertiary and quaternary I will not be that active. Okay. الفينول رينج يعني عكس الأدرينرجيك دكتورة؟ إحنا عم نناقش أدرينرجيك سيستم بشكل عام بس. عكس الأنتيكولينرجيك يعني الكولينرجيك كانوا الكوتيرنري يكون بوتنت أكثر من لما يكون carrying a positive charge بالضبط كل عكس الكولينرجيك لأن خصائص الريسبتر مختلفة بس أوكي وبعدين إحنا الأدرينرجيك most of my drug they will reach to the brain وبالتالي الكمية اللي هتدخل بيها تكون non ionizable أوكي إذا بدي إياها دواء of course على البرين أو CNS system. أوكي we have the phenol substituent حكينا الفينول جروب بحد ذاتها is important أوكي الميتا فينول جروب الميتا المقصود فيها position number 3 hydroxy اوكي هاي بامكاني اعدلها شفنا اي كان بوت ميثايل هيدروكسي ايثايل هيدروكسي امينو ميثايل امينو ما فيش عندي مشكله بالاكتيفيتي بوت ميلي وي ويل سي ميثايل هيدروكسي سبستيتيوشن الالكايل سبستيتيوشن ات ذا سايد تشين لينكينج ذا اروماتيك رينج تو ذا امين يعني هي الايثيل بريدج المقصود فيها الايثيل بريدج بين
البنزين والأمينو جروب، أوكي، في عندي أنا الألفا والبيتا، الألفا الأقرب للنيتروجين، البيتا اللي عليها الهيدروكسي، أوكي. حكينا السبستيتيوشن اللي حطه على الإثر بريدج حيكون آت ألفا كاربون، إذا كان إثل حيكون بيتا سيلكتيفيتي، إذا كان مثل إت إز ألفا 2. شو حيفيدني؟ حيقلل الميتابوليزم باي الماو إنزيم. نريد نرجع على الـ N-alkyl substitution اللي هو مكتوب عنده R1. حكينا إذا أنا عم بحكي عن هيدروجين، أوكي، ما حيميز بين ألفا عن بيتا، حيكون أميل كمان للألفا. إذا كنت مثل، أوكي، كمان مرة مش سلايتلي، حيكون ايدنتيكال، فما كنا احنا في عنا تناقض بحكينا، حتكون ألفا وبيتا almost identical. مجرد ما كبرت الـ substitution لـ isopropyl أنا صرت بس بيتا، بيتا agonist، خسرنا الألفا. حطينا تيرشري بيوتيل او حطينا فينيل حجم كبير جدا، حبطل بيتا 1، حصير اونلي بيتا 2 سيلكتيفيتي، اوكي. And this is important as well for us to work as a trex. الالفا كاربون ذكرناها، الالفا كاربون ذكرناها، حكينا المثل حيعطيني الفا 2 حيمنع الميتابوليزم باي ماب، الاثل حيمنع كمان الميتابوليزم حيعطيني بيتا سيلكتيفيتي more. Okay. Substitution R3 على اللي هم محطوط فيها ال R3 اللي هم الكاتيكولز، ذكرنا 3-4 dihydroxy منيح للألفا وللبيتا، لكن حيكون orally inactive، مش inactive يعني poor absorption، والانتري to the CNS will be poor، حكون susceptible للكومت انزيم، الهاف لايف حتكون short. وفي اشي ما ذكرناه كمان، لما اكون انا 3-4 dihydroxy my drug will be easily oxidized. Okay, it will be oxidized the kinin system. فبالتالي it is not stable if إذا أعطيته أنا حضرته على شكل injection. فالحل شو أساوي؟ إني أنا أغير substitution ل 3-5 dihydroxy. By doing that I will get more selectivity for the beta receptor. هون شوية examples عنا إياهم. We have the phenylephrine. It is less alpha and beta than norepinephrine لأنه بس عندي 1 hydroxy. Selective ذكرنا الـ 3 position حيكون selective للألفا. عفوا دكتورة بس السلايد ما راحت، لساتنا عند الألكل substitution structure. بس اصبر شغلة بتجي كده لأنه once again هي مشكلة نت، مش مشكلتي أنا، المشكلة مشكلة نت، حتى على تليفوني أنا عم براقبها كمان it still need to move. بيانات ولا لسه؟ لا والله على تليفوني مبينة. لا أنا بعدها. مين مش مبينة عنده كمان؟ يا جماعة صباح الخير. بس هو سلايد 31 إذا في عندك المادة هارد كوبي، هي حصل على صفحة 31. Okay, then I need to complete. Okay, we have slide 31. Now we have phenylephrine. Phenylephrine, the aromatic system, ما عليها إلا one hydroxy at position number 3' أو من ميتا. حكينا this one will be selective للألفا as agonist. Will have no beta activity. إذا رحنا ل 3-5 substitution, okay, ذكرنا I will become selective only للبيتا 2 as agonist. ما راح يصير لي متابوليزم باي كومت، better absorption and longer duration of action. And we have طبعا شايفين على الـ على الامينو we have isopropyl we become isopropyl. الايزوبروبيل حكينا ما راح يميز بين بيتا 1 وبيتا 2، لكن اني اضيف substitution تبع الهيدروكسي at 3 and 5 عززني اني اكون انا سيلكتيف للبيتا 2. بعدين في عندي الالوبيوترول it is selective beta 2 agonist. ليه؟ I have the side chain على الأمينو تيرشري بيوتايل، هاي أول شيء. بعدين I have at 3 position 3 أو الميتا we have methyl hydroxy بالتالي كمان هاي من شروط إني أنا أكون بيتا 2 selective. Okay, of course لأنه إحنا بطلنا 3-4 dihydroxy the COMT enzyme will not metabolize my drug, the half life حتصير longer for the drug and methyl substitution might make my drug more lipophilic. حتى التسريبتل عملت دواي more lipophilic. Okay, I just some examples على
how can I make my drug selective للبيتا receptor or alpha receptor to get the drug in the market. واضح لهون هيك احنا ناقشنا السار بشكل عام. هذا اسمه صار صار بشكل عام. Now I will talk about drugs. حنبلش ب أدوية I will consider them as agonist على adrenergic receptor. Okay. ودائما أول إشي نفكر فيه إحنا to use a drug as agonist إني أنا أروح على the endogenous compound. كنا كل مرة بنناقش إذا بدي إياه أنا بضبط إنه يكون ال endogenous compound drug ولا لا. We will see this endogenous compound. حينفع معنا ولا لا as drug for treatment of course. Okay. حنبلش with الدوبامين. And الدوبامين إذا فاكرينه بيشبه أو هو البريكورسر أصلا للأدرينالين والنو أدرينالين. لكن الاختلاف بين الدوبامين زي ما احنا شايفين تحت إنه على الإيثيل بريدج أت بيتا كربون أنا ما في عندي هيدروكسي. هذا هو الاختلاف الوحيد. غياب الهيدروكسي خلتني أخسر 1 هيدروجين بايندينج تو ذا ريسبتور، بالتالي البايندينج حيكون شوي أضعف تو ذا ألفا أند بيتا ريسبتورز. بس إن جنرال This dopamine شو ميزاته لو استخدمته as a drug؟ طبعا احنا حنناقش على انه as a drug طبعا مش اورالي نهائيا لانه الماو انزيم حتسوي لي ميتابوليزم، الكومت انزيم حتسوي لي ميتابوليزم، فالحال الوحيد اني انا اعطيه as what؟ As injection. It will be given as injection for me. نستخدمه ايمتى؟ نستخدمه في حالات الاي في شوك. اوكي؟ ليه الاي في شوك يا جماعه؟ في حاله الشوك شو بصير عندنا؟ ايش بصير معنا في حالة الشوك احنا؟ هايبوتنشن. بصير عندنا هايبوتنشن. وغير الهايبوتنشن الجسم بيحاول يحمي الفايتال اورجنز من الدث، بيحاول يحمي الفايتال اورجنز من الدث. فمعظم الدم البلد بيتجه باتجاه البرين، اوكي؟ mainly to protect the brain and to protect the heart. فبالتالي بتنسحب كل الفلويدز من الكدني والاعضاء الاخرى باتجاه البرين. فإذا صار في عندي أنا less blood flow to the kidney احتمال يصير في عندي أنا نفرون collapse، النفرون يعني بتنهار. كيف لما إحنا بكون في عندنا فرضا بالون مليان مي وبنفضيه بتلزق على بعضي. أوكي okay. If this happens to the nephrons I can't recover them مرة تانية إنه والله أرد أمشي فيهم solvent أو أمشي فيهم blood، ما راح يرد يرجع شغالين. فبصير في عندي كدني فيلر. مشان امنع حاله الكدني فيلر في حاله الشوك بنعطي احنا الدوبامين. اوكي وي كيف الدوبامين. اوكي خاصه انه ما راح ياثر لي على الهارت. اوكي وما راح ياثر لي على زياده البلد بريشر ان ذا سيتويشن، بالعكس هو حيحسن لي البلد فلو تو ذا كدني، انهانسنج ماي فلتريشن ريت، صوديوم اكسكريشن، وبالتالي الكدني حتضل شغاله ازبل. اوكي اند سم تايمز ذي كليم انه الدوبامين ات ويل وركس at its receptor as agonist مش على receptor تبعون الادرينرجيك سيستم اللي هو D1 او DA receptors. اوكي okay. هاي اول endogenous catecholamine we'll talk about. The second one it will be the norepinephrine. بيحكوا لنا النورابينفرين بستخدمه انا في حالات الهايبوتنسيف كرايسيس، لكن ما بستخدموه طبيا كثير. لانه ليش؟ لانه ما عنده selectivity in its nature. non-selective nature of its activity ما عنده selectivity. So we prefer to use what? We prefer to use epinephrine. We prefer to use epinephrine. هلا شو مشكلة الإبينفرين؟ بس خلينا نشوف السلايد اللي قبليه. شايفين الدوبامين عندي إياه، شايفين الكاتيكول؟ هاي بنسميها احنا كاتيكول. تنتين هيدروكسي adjacent to each other على aromatic system. It is called catechol. This catechol حكينا إنها معرضة للأوكسيديشن. It is light sensitive, easily oxidized. نرد نعيد. دوبامين نورابينفرين ابينفرين ما راح اعطيهم اورالي، انا راح اعطيهم انجكشن. فلما بحضر المحلول تبعهم they have to be مخبيهم عن اللايت. اوكي لانهم they will be oxidized by air on exposure. اوكي اذا شفت الفايل وانا مخبيتها الكلر تبعها تغير from pink to brown color معناته انا المركب خسرته، صار له oxidation. It is not inactive. مشان sometimes امنع الاكسديشن during the storage، ان احيانا صعب اني اخزنها في مكان فيهوش لايت، فبنضيف شيء اسمه reducing agent زي sodium bisulfite. اوكي okay. sodium bisulfite حيمنع الاكسديشن
of my drug. And إذا فاكرين sodium bisulfite إذا بدي اعتبرته أنا oxidizing agent, sometimes in certain population يمكن يسبب لهم حساسية. So I have to take كمان care إنه ما راح يسبب allergy for certain population. كمان الإبنفرين يصير له destruction بالالكالين solution اللي فيها copper, ferrous or zinc. Okay. أو فيهم oxidizing agents. So I have to take care هاي في المحاليل اللي بدي أحضرها regarding الإبنفرين. And I can use my drug widely. يعني الإبنفرين معروف عنه له استخدامات طبية عديدة. And among them, it can be used for inhalation as a free amine. It can be used to stimulate adrenal receptor. Okay. بس بالمقابل راح أتوقع إنه حيظهر عندي side effect as well. فإحنا بنستخدم الإبنفرين في حالة ال heart cardiac arrest. إذا صار في عندي cardiac arrest, I will use epinephrine. كمان بستخدمه في حالة الهارت بلوك أو circulatory collapse for my patient, and sometimes I stop using epinephrine إذا صار كنت خايفة إنه يصير في عندي cardiac arrhythmia in future for my patient. كمان I can use it as bronchodilator agent لأنه عنده القدرة يسوي لنا relax bronchial smooth muscle بالأزمة في حالات anaphylactic shock. بيمنع اليوتيريان contraction فإذا أنا الست ما صار عندها labor لسه مطول يصير في عندها labor. فا I have to use epinephrine to prevent uterine contractility. And it can be used for hypotension as a nasal decongestant كمان. And if شفناه باللوكال anesthetic نحط epinephrine مشان يعمل vasoconstrictor مشان يمنع الهيموريج at the site of the procedure. يستخدم بالopen angle glaucoma. And إذا بدي أستخدمه بالعين بالopen angle glaucoma, I will use it as a prodrug. Okay, I will try to use it as a prodrug. فالepinephrine هعطيه أشكل ديبينفرين لأنه الإبنفرين إذا حطيناه بالآي لأنه هو في أمينو جروب بالتالي إتز ألكالين شوي فإت كان بروديوس إريتيشن. فالحل إني أعمله على شكل برودرج. البرودرج تبع الإبنفرين سميناه ديبينفرين. خلينا نشوف الديبينفرين اللي نحكي عليه. هذه السكر أدى اسمع على اليمين سوري. This drug, اللي هو على اليمين الدبيفرين as you can see. جينا عند الكاتيكولميوتي على الهيدروكسي اللي على position number 3 والهيدروكسي اللي at position number 4. Okay. وركبنا عليهم an ester. والايستر سوينا lipophilic. Okay. By doing this حققنا many benefits. استفدنا ثلاث شغلات مختلفين. أول شيء الإشي اللي كنا بنياه أساسا إني أخفف الإريتيشن تبعت العين. وإحنا عارفين إذا صار في إريتيشن الواحد حكثير حيرمش. والدواء حيطلع من العين، اوكي؟ هاي اول بنفت لس اريتيشن. كمان انا لما سويته على شكل ايستر انا منعت الكومت انزيم انها تسوي لي ميتابوليزم فور ماي دريك. الهاف لايف ازدادت. لما سويته على شكل كمان ايستر ماي دريك بيكم مور لايكوفيليك فالبنتريشن صار احسن تو ذا كورنيال ابيثيليال اند اندوثيليال لايرز اوف ذا اي. اوكي؟ And إيش كمان استفدنا؟ ال eye drops صارت more stable ما راح تتأكسد by light. Okay. فبالتالي I will not lose my drug in the product. بالعكس it will become more stable. واضح؟ Okay. ف my drug لو سألناكم justify epinephrine is giving على شكل dipivefrin أو dipivalyl epinephrine. Okay. It will be less oxidized, it will not be oxidized, it will become more lipophilic, better penetration, less irritation for the eye. هاي كل الأسباب اللي بنعطي فيها الإبنفرين على شكل a prodrug. Okay, واضح لهون. This is regarding my epinephrine. فشفنا لاحظنا أنه هو الأحسن استخداما أكثر استخداما. لكن الدوبامين بعطيه في حالات الشوك, epinephrine في حالات الهايبرتنشن. No epinephrine, sorry. أما آخر واحد the most widely used it is the epinephrine. السؤال ما نسأله
If I have clinical situation and I need to use these compounds for the فرضاً للبرونكيا الأزمة, can I use epinephrine? It is less likely to be used. ما راح نفضل استخدامه حكينا لأنه these endogenous catecholamine they can bind للألفا 1, ألفا 2, بيتا 1, بيتا 2 لكل receptors. فالسايد إفكتس حتكون جدا ظاهرة, يعني السايد إفكتس حتكون أكثر من البنفيت. فالأحسن شو؟ إني أدور على دواء يكون سيلكتيف. So now we will start with the drugs that have selectivity للreceptors. حبلش with the alpha adrenergic receptor agonist. Alpha adrenergic receptor agonist. والالفا عندي اياهم نوعين. Alpha 1 and alpha 2. They are alpha 1 and alpha 2. Okay. رح نبلش with the alpha 1. And please نركز شوي. regarding my drugs مشان اميزهم in structure, يعني بدي اقتنع كيف these drugs اللي عندهم structure معين عندهم القدرة to bind to my receptors. Okay, based on what? Based on their structure. I will start with the first alpha 1 agonist. في عندي نوعين من الأدوية. I have based on their structure of course. I have phenyl ethanol amine. Phenyl ethanol amine. These drugs شكلهم شبيه بالأدرينالين والنورأدرينالين. لأنه فيهم فينيل وإثيل وأمين. Okay, فيهم فينيل وإثانول وأمين. And I have this compound. I have phenylephrine, metaraminol and methoxamine. Okay. This is the first group. The second group, they are two aryl imidazoline, and حنشوفهم بعد شوي إن شاء الله. They have different drugs. I will start with the first group, اللي هم الفينيل إيثانولامين. And the first one, it will be the phenylephrine. It is the phenylephrine. خلينا نشوف الفينيلفرين. بس خلينا أرجعكم بالسلايد. شايفين this is the سميناه إحنا سميناه الإبينفرين اللي على الشمال. إبينفرين. لما تكون البارا هيدروكسي مش موجودة, بارا هيدروكسي يعني الهيدروكسي اللي على aromatic ring at position number 4 مش موجود, it is called phenylephrine. هذا الحكي أنا عم بحكي عنه, it is in slide 36. It is 36 slide. The phenylephrine, it lacks حكينا الparahydroxy group. And this drug, لأنه ما في الparahydroxy group, I can give it orally. I can give it orally. Okay? And the duration of its action twice that of epinephrine. لأنه الكومت إنزيم ما راح تسوي له ميتابوليزم. Okay. بالرغم من إني أنا بعطيه أورالي, لكن نسبة الدواء اللي حيصير له absorption أورالي هي 10% بس. Okay. كمان مرة, أنا إذا أعطيت دواء أورالي في عندي مشكلتين بهاي الأدوية بشكل عام. أول شيء أنا بكون خايف من الكومت إنزيم إنه يسوي له ميتابوليزم أخسر دواي. والسكند ثينج, طبيعة أدويتي they are hydrophilic, فالabsorption حيكون poor. احنا في حالة الفينايلفرين تخلصنا من الكومت انزيم لانه ما عنديش انا تنتين هيدروكسي, I have only one hydroxy. لكن المشكلة الثانية بقيت اللي هي ايش, انه دواي هيدروفيليك, فبالتالي نسبة الدواء اللي حيصير له absorption جدا قليلة اللي هي على around 10%. غير هيك دواي صحيح ما راح يصير له كومت ميتابوليزم, لكن احتمال يصير له ميتابوليزم باي الماو انزيم, واحتمال كمان حيصير له glucuronization sulfonation عن طريق الانتستينال metabolizing pathway اللي هو phase 2 metabolism. Okay, this is regarding phenylephrine. الفينايلفرين لأنه ما في parahydroxy, it is less potent than epinephrine nor epinephrine. لكن أنا شو عم بدور, sometimes أنا عندي سبب أخسر high potency مقابل إني أحصل selectivity. فإحنا this time بندور على selectivity للألفا 1 receptor. بندور على الألفا 1 receptor. ف we will use our drugs as vasoconstrictor. Vasoconstrictor, أنت بدي استخدمه vasoconstrictor. يا بدي أعالج الهايبوتنشن, هاي أول فائدة له. أو حستخدمهم as OTC nasal decongestant agent. أو I will use them to dilate the pupil and to treat the open angle glaucoma. Okay? كمان they use the phenylephrine for spinal anesthesia مشان يطولوا فترة الأنستيزيا مشان نمنع a drop in blood pressure during the procedure. Okay, my drug, it is non-toxic. وتأثيره on the brain is very little. لأنه كمان still ساتو هيدروفيليك في الانتر تكون شوي طول. Okay, this is called what? Phenylephrine. شو بيختلف عن الابنفرين؟ ما في para-hydroxy. Para-hydroxy مش موجودة. Okay.
دواي اتس الفا 1 اجونست. التذكير دواي اتس الفا 1 اجونست. لساتنا بالالفا 1 اجونست. وي هاف ادراك اتس كولد ميثوكسامين، ميثوكسي امين. خلينا نتفرج على السكيم الاولاني. ميثوكسي امين مكتوب عندي ميثوكسي امين دراج برو دراج. وين السبستيتيوشن جاي عندي اياه؟ سبستيتيوشن في عندي على الاروماتيك سيستم في عندي تنتين ميثوكسي جروب على الاروماتيك رينج. واحده جايه اورثو واحده جايه ميتا. اورثو ان ميتا. اوكي اورثو ان ميتا. اند في عندي على الاثيل بريدج في عندي مثل جروب، شايفينها مثل جروب جنب الامين جروب، في عندي مثل جروب. ما بدي اكون عم بحكي انا بالفضاء الخارجي يا جماعه، اذا الستركتشر مش واضح ما بدنا نعيد. اوكي عم نحكي عن الميثوكسامين. الميثوكسامين في عنده تنتين ميثوكسي جروب على الاروماتيك رينج، في عندي مثل جروب على الكربون اللي بجنب النيتروجين. واذا فاكرين كنا بنحكي مثل جروب على الالفا نيتروجين بجنب على السايد تشين، هاي بتعطيني سيلكتيفيتي للالفا ريسبتر، بتعطيني الفا سيلكتيفيتي. بس الدراج اللي اسمه ميثوكسامين لما بصير له او دي ميثيليشن، او دي ميثيليشن عن طريق الانزيمز بحصل دواء زي ما احنا شايفين اللي بيصير في عندي هيدروكسي ات الميتا بوزيشن، بعطيني دواء which is an alpha 1 agonist selective. alpha 1 selective it will give me an alpha 1 selective agent. okay and another drug it is called the midodrine. midodrine شايفين المدودرين هي على الشمال midodrine. and this drug as you can see في عندي substitution على الامين by amide linkage. My drug in order to be converted to the active form لازم الأمد لينكج تتنكسر وأحصل كمان مرة a drug that is a vasoconstrictor, a drug and active drug to treat orthostatic hypotension. Okay, orthostatic hypotension it is called the midodrine. Okay. أول مجموعة شو كان اسمهم؟ اللي هم الميثودرين الميثوكسامين اند الفينالفرين، سميناهم فينيل ايثانول امين. وحكينا بعديهم في عندي مجموعه ادويه رح نسميهم تو ارايل ايميدازولين. تو ارايل ايميدازولين. تو ارايل ايميدازولين. للتوضيح تو ارايل ايميدازولين هم عباره عن ايش؟ اوكي بس بدي افرجيكم، شايفين الفينفرين كمان مره، الفينفرين اللي على الشمال. أنا بس بدي حدا يحكي لي أوكي مشان أعرف إنه عم واصلكم الفكرة ولا لا. الجروب الجديد اللي بدي أحكي عنه هم الجروب الجديد اللي بدي أحكي عنه بالسار اللي هم الألفا 1 أجونست من عيلة الإيميدازولين، شو الاختلاف بيناتهم حيكون؟ شايفين حلقة البنزين هاي؟ إحنا في عنا بالإيكونفرين حلقة بنزين عليها تنتين هيدروكسي. حنشيل الهيدروكسي ونحط أنذر أروماتيك سيستم. بحط بنزينة ثانية أو بحط سايكلوهكسل أخرى. ماشي؟ هاي أول تعديل. بعدين رح نعيد، شايفين الإثيل بريدج؟ كربوني كربونتين، الكربون الثانية اللي بجنب الأمينو، الكربون الثاني اللي بجنب الأمينو، هاي ححطها هي والنيتروجين بـ 5 ممبر درينج إيميدازولين. واضح؟ كمان مرة، بالجروب الأدوية الجديدة رح نحكي عنه هلا، أوكي؟ I will have a بنزين رينج، بدل الهيدروكسي ححط بنزين رينج أخرى أو سايكلو هيكسل أخرى. بعدين البريدج في عندي البريدج اللي هو الإثيل بريدج. في عندي كربونتين، الكربون الثاني الاقرب للنيتروجين والنيتروجين ححطهم بسايكليك ستراكشر بنسميه ايميدازولين. اوكي عشان هيك ادويه الجداد شو صار اسمهم؟ ادويه الجداد صار اسمهم تو ارايل الكايل ايميدازولين. اوكي صار اسمهم تو ارايل الكايل ايميدازولين. ليه حبيت اشرح لكم؟ اول شيء مشان اثبت لكم انه احنا لساتنا محافظين على شكل الابنفرين، محافظين على شكل الابنفرين. مشان هيك الدواء اللي اسمه 2 ارايل الكايل ايميدازولين عنده القدره تو بايند للريسبتر، ونتيجه شكله المميز حيرتبط بالالفا 1 ريسبتر نوت اذر تايبس اوف ريسبترز. خلينا نشوف شو هي هاي المركبه. شايفين فيجر 16 12؟ فيجر 16 12 كاتبين احنا اروماتيك مايوتي على الشمال، بعدين في عندنا البريدجينج يونت اللي هي الاكس، الاكس مع كاربون، الاكس مع الكاربون اللي هي جزء من الايميدازولين، وبعدين في عندي الايميدازولين. اوكي للتذكير كمان مره، الاروماتيك بارت، الاروماتيك بارت حكينا شو بده يكون؟ بده يكون حلقه بنزين معها حلقه بنزين ثانيه، او بده يكون حلقه بنزين معها سايكلوهكسل زي التتراهيدوزولين، او بده تكون حلقه بنزين لكن مشان اخلي مركبي يكون لايبوفيليك، لايبوفيليك مركبين احنا كثير ميثايل جروب.
many methyl group are being attached to the system زي الأوكسيميتازولين أو الزيلوميتازولين. أوكي ماشي الحال. فالأروماتيك بارت تبع الإبنفرين في عندي حلقة بنزين وعليها تنتين هيدروكسي. In my drugs here شو سوينا؟ احتفظنا بحلقة البنزين، لكن بدل ما يكون في عندي هيدروكسي أضفنا يا بنزين يا سايكلوهكسل أو ميثايل جروب، وفضلنا إنه تكون الميثايل جروب mainly ortho position، تكون ortho position. هيك خلصت. بعدين إحنا بالإبنفرين في عندي أنا البريدج اللي هو إيثانول تنتين إيثيل. Here أنا في عندي البريدج هو كمان نفس الشيء عبارة عن X والX تكون مثل، والكربون الثاني حتكون جزء من الإيميدازولين رينج. أوكي جزء من الإيميدازولين رينج. بعدين وين الناتروجين تبعتي؟ هاي الناتروجين جوه الإيميدازولين رينج. فإحنا هون إحنا شبيهين في الأدرينالين، شبيهين في الأدرينالين، لكن حصلنا خصائص جديدة because we are having إيميدازولين رينج. خلينا نشوف شو الشاشة الحين إحنا regarding this compound. These agents اللي هم 2 أرالكايل إيميدازولين ألفا 1 أجونيست، they are being used as vasoconstrictive agent. بستخدمهم as what? As nasal and ophthalmic decongestant. Okay. الالفا ريسبتر، الالفا ريسبتر agonist agent بتحمل اني اغير الكيميكال structure more than the beta. Okay. And this system شوفي في one carbon bridge between C2 of the imidazoline and the phenyl ring. بالتالي الفينال إيثيل أمين ستراكشر لساته موجود عندي. إذا في عندي أورثو لايكوفيليك جروب على أروماتيك رينج حيعطيني ألفا أكتيفيتي، الأورثو بعطيني ألفا أكتيفيتي. And if I added meta or para bulky lycophilic substitution تعطيني ألفا 1 selectivity more. أدويتي اللي هي الإيميدازولين ديريفاتيفز this one عندها limited access للـ CNS، limited access للـ CNS. ليش؟ لأن الإيميدازولين PKA تبعتها حوالي 10 ل 11. فأحيانا بتكون ionized at physiological pH، بالتالي الـ entry to the brain حيكون أقل. We have the xylometazoline, the oxymetazoline. They are topical nasal decongestants. Okay. لأنهم they can promote the constriction of the nasal mucosa. لكن بنلاحظ حكينا صحيح الـ entry تبعهم to the brain قليل، لكن if I give them in a large amount they can produce central clonidine effect, hypotension effect. Okay. And كمان الأوكسيميتازولين عنده القدرة to bind the alpha 2 receptors as well. فبالتالي ما بننصح مريضنا إنه يستخدم النيزل كونجستنت بكثرة. وإذا بالصيدليات كنا إحنا وإجا ناس طلب كميات كبيرة منه، معناته حال عارف إنه حيصير له misuse by these patients. شايفين كمان مرة الستركتشرز، في عندي إيميتازولين، بعدين الإيميتازولين الكربونات تبعتها بالنص هاي مع الإكس هم عبارة عن البريدج، بعدين الأروماتيك سيستم. فأي هاف نافزولين، أي هاف تتراهيدروزولين، أوكسيميتازولين، أند زيلوميتازولين. كلهم عبارة عن ألفا 1 أجونيست، أند ذي آر يوزد مينلي أز نيزل ديكونجستنت.